Hello, my friend. Hello. Hello, my friend. أرحيم. نقول على الغرفة. عقلتي على ديك الغرفة ديال الفيزو. صافي درتي امارش كلكم مغلفين بلاستيك شي حاجه هادي ولا يلا انت سيرو فتشو على التليفون انت سيرو قولوا الفرنساوية اوش اوش يا بو اوش تيغي نيكا تيغي هاو ار يو ملياردير ديال كاين بيرديكاري تما الله يرحمه هذه حسب روايات الاخوان ان الريسوني كان معتقل يون ياك يون بيرديكاريس مسميه بيرديكاريس كان من بعد ما اختطفوا بالريسون وقعت ازمه دبلوماسيه عالميه والرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه انذاك هدد باندلاع حرب بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه اذا لم يتم اطلاق بيرديكاريس يعني القنصل الامريكي فما كان من ريسوني الا انه جاون هذا المكان المنيع المحصن في وسط الجبل يصعب على القوات الاجنبيه وخاصه ديال الولايات المتحده الامريكيه الوصول اليه والى اليوم كما كنشوفوا هي باقة المعالم ديالها باديه جدا وهي معلمه تاريخيه لها اهميتها الكبرى لان شخصيه بيرديكاريس ليست شخصيه عاديه هو ملياردير والرئيس الامريكي ايضا في ذاك الوقت يعني استعملوه في الانتخابات ديال الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد يعني الحالة ديالها ولكن وصلنا إليها هذا يعود إلى فريق مبطوطة غادي ينشرها غادي يوصلها للعمر وهذه على دماتك السي حفيظ أن المشاهدين ديال قناة حفيظ يا حفيظ في اليوتيوب باش عرفوا على أن هذه المعلمة تاريخية موجودة غير بعيد عن مولاي عبد السلام وتحديدا على قرية تزروت يعني مباشرة من بعد قرية تزروت طلعوا شوية غتلقاو هذه المعلمة التاريخية شكرا سي عزدين نبرج عندها مصوبين داخل ديالها داخل نعاس مع راسه هذا الحبس هذا دابا الشعر ديالي مصريجة هنايا يعني من هنايا كيمكن تشوف جوست لابيت اللي كتخرج من هنايا الرويس Thank you.
ها المياه ديال بو هاشم اسيدي، انا ها الخيرات ديال الله، ها صور واحد التعوار، انا تبرع انا برع سيدي، انت يلاه العثماني ها الخير جا، راه نشوف واش غدير. شهر 11 ولكن هذا شويه الماء غير ديال الشتاء دابا المحليه افرض افرض زنب هذا افرض افرض زنب افرض بالزنب عمره ايوا اذا حتى دابا الحمد لله راه شويه ديال لا ما كاينش فيها هادو كانوا في الماء شوف الدليل اهلولو شوف اش الحبس ها انت شوف هذا الدليل ها هو فين هو ها هي بصح شو الماء فين كان واصل السوالف ديالك والدليل لولو بسم الله شنو ما كاينش هنا هذا هو الطريق اللي مشى نديتو المورا هذا المورا بنيلي القاع ديال هذاك راه كيلتي فين شتي ديك السحابه هذه الا طلعتيني كيما هو كيلتي وهذا كدوز هنا وبعد ما حسيت اذا كيلتي والو ما كيبانش الثلج ما فيهش الثلج هاو
ما فيش ما فيش لا لا ما كيبانش دابا راه عادي ما فيش قبيل كان كيبان والو بيت الطريق ديال بنو الليث منين هي هنا هي 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 تلقيش فوق الشر هذاك هذا انا نفجاه نبدا الاستاذ واقيلا مات نبدا الاستاذ دابا في الطلعه ولا عبد الدور قاعد غصبي عصري وهيدا كطلع كطر واش في جواك ولا تيدفع أول مخالفة تقريبا هو لا يبدأ أوي 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 هذا هو القصر ديال زيد السلطة ديال زيد السي هو هذا اللي هنايا هذا وهذوك الدروج من تما غنطلعوا فوز داك الجبل حتى الراس فين كاين الدبابة الله يلا عيب عليكم يلا صور الذي ترى على والده هذا قصر مولاي اليزيد عبد الله ولا معليش عبد الرحمن لا على محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله ترى على باه وجل هنايا على باه وعلى خوته وروند الدنيا وفينا كاين السبح ديال الجبل اذا في السبح ديال بو هاشم ياك اذا هذه العقوبه ياك سفح الجبل المؤدي الى ضريح المولاي عبد السلام بن مشيش على بركه الله يلا انا با في الادرج وعليها تياب واخا خصنا نعملوا شي صوره جماعيه انا صوره سي حسن الوغ لو ماروك فير وزاره الفلاحه والصيد البحري التنميه القرويه المياه والغابات عين أبي الحسن الشادلي هو الحسن ديال مولاي عبد السلام ها هذا مولاي عبد السلام خا ديالو الفقيه ديالو التلميذ ديال مولاي عبد السلام التلميذ شوف 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 الخوانه فين غادي نشوف فين وصلوا واش كيفتش عليه واش كيفتش التلميذ عليه اليمين ولا البطاطا عقلتي ولا راجل ها عقلتي انا في اللي ما عنديش بالتا زوج لا 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 يا لاخر لا صافي جبنا كلاك كملنا حنا طلعنا ايام تما هبطنا تما هو هبط اه تما هبط هذيك الطريق دابا كنهبط لحتى لهنا وكدي راه فين كنخرج راه هي طات العقبه كتقول راه فين خرجك الدور راه كدار الطريقه دي الطريقه دي الكودرون هذا حتى انا كنشوف معاهم وهاد الكودرون هذا كنعاود ليه لا اقبل من عبد الرحمن اقبل الاخرين هذا القبر بعد صعود حسب ما قالنا واحد السيد ساكن هنا 365 درجة وما نعرف أنا كيبان لي أكثر والله أعلم إذن أنفع إحنا في الراس ديال الجبل أنا مخر غطابي لقوب أنا وصلنا للضريح ديال مولاي عبد السلام اللي هو هذا الساعة تشير إلى 5:30 يعني تقريبا المغرب العين ضباب ضباب كثيف في هذه المنطقة والناس اللي كيجيو لهنا راهم كيعرفوا المنطقة ديما كيكون فيها الظلام والظلام بكثرة الضباب عفوا ونهار كان يعني شاق جدا المسار صعب
على الخصوص ان صدنا انخفاض كبير درجة الحرارة وامطار تقريبا طيلة اليوم، ولكن هذا لا يمنع فريق البطوطة من تحدي المسارات كيفما كانت. إذن أودعكم على هذه اللقطات الضبابية، وإلى فيديو مقبل بحول الله. تحياتي.